مشاهدينا متابعي الصفحة الرسمية لشباب بلوزداد على الفيسبوك، تحية لكم وين ما كنتوا. إذا اليوم في إطار الجولة العشرين للرابطة المحترفة الأولى، الشباب راح يستقبل نادي وفاق سطيف لهنا في ملعب 20 أوت، وين المناصرين ديجا راهم يستناو في البيبان باش يفتحوا ويدخلوا المدرجات وياخذوا بلايصهم شوية بشوية. حنا اليوم اغتنمنا حضورهم القوي لهنا في ملعب 20 أوت باش نسقسوهم سؤال واحد، اللي هو شكون اللاعب المخير عندكم في الإفكتيف تاع الشباب لهذا الموسم؟ تبوا معنا الإجابة ديالنا. شكون عجبك هذا العام؟ الجراح. علاش؟ دار سيزون شاب ساخ الجراح. الجراح صح ولا عجبني وشا. علاش؟ لعب الله النساء جو كيما نقولوا لي امبلومون ميريتي بور لو طرافاكي كي بيان دار دافون شوب دون. عجبني النساء راه بون جوار، تريكات بلال يعطيه الصحه، راه يعني ريكيبيراتور يلعب حار بزاف يعطيه الصحه كيما كان موشار. لا كيف بدو لو بوست وانت خاص سلمي صح. كان جوار واحد لو عجبني فريمون، عجبني من اللي بدات لا سيزون واسمو سيبورتور. انا هاد الساعه تبدا ملاح خايف تضيق وراه مخدوم معاه. هو كيما قال لك كاع ملاح يا اخي بصح مخير بوشار عاد نسى خويا شنو نستاهل الناس قاعد كارو تاعنا ولا غير فريش حتى لو عجبني يا جو لو عجبني انايا ولا غير اللي دار فازالي شابا سي بي ان جراب. وكاين واسمو هذاك تيريكات اللي عنده القلب على السي ار بي سعيود. وخا سعيود 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 انا عجبني سعيود وبوشار يا كاين سعيود وبوشار. سعيود وبوشار جو جو جان بوشار. علاه بوشار؟ باسكو يلعب حراره يا اخي عندك النساخ عندك عندك سعيود انا مادا بنا دوكا جوار يلعبوا قلبك فرام كيف ان شاء الله غرين طاس المي اكسيلون جوار هيا ساش تفرح لقدر مولود يا غينا بوشا. علاش تحب بوشا؟ قدران بين ثلاثة على ضربة جوار اللي يعجبكم في ليكيب تاع هاد العام. هاد العام بلا تريكات خويا النساخ هو اللي يقوم بالمهمة كثير. انا عجبني الشتاء انا عجبني الشتاء وكل واحد راي نحطوش خو حتى نموتو على في على سيربي ما تموت كاع. شو لا يا خو ما نحطوش ان شاء الله ما نحطوش من دغيا شوف فيها ما نحطوش باذن الله ما نحطوش صح ربي ان شاء الله ما نحطوش ما راش هابطين بالاخر حتى نموتو ما نحطوش ان شاء الله هما نحطوش ما راش هابطين ما نحطوش ما نحطوش ما نحطوش ان شاء الله ما نحطوش. شهادة احنا لا 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 ل